تطغى على الاحتفالات بعيد الميلاد رموز ارتبطت به دون أن تكون في جوهره الديني، مثل شجرة الميلاد، بابا نويل والهدايا. ولذلك لا يبدو نادرا احتفال غير المسيحيين به، وهو ما جعل أصواتا كثيرة تعبر عن خشيتها من غلبة الجانب التجاري على المعنى الروحي للمناسبة المرتبطة أصلا بميلاد السيد المسيح. في منزل آل عيسى زينة وبهجة واحتفالات، كل ما يجسد العيد بمظاهره دون جوهره. فآل عيسى عائلة مسلمة، وعيد الميلاد لا يرمز بالنسبة لها إلى ولادة يسوع المخلص كما يعتقد المسيحيون، إلا أن ذلك لا يمنع الاحتفال بروحية العيد. هو أكثر مما أنه هو شيء ديني، هو خاص بالاندماج بالمجتمع. وبما أنه هون إحنا ببريطانيا كل المجتمع بيحتفل بهذا الميلاد والكريسماس، فأنا حبيت أنه نحن كمان كنا عم نحتفل معهم. زينة العيد وما يرتبط به من أجواء ليس حالة مسيحية خاصة في لندن. أصلا شجرة العيد هي في الأساس رمز وثني للاحتفال بالأمل وبعودة الشمس بعد برد الشتاء القارس وبالخصوبة، وهي الفكرة التي يجسدها موسم عيد الميلاد لكثيرين فيجدد الأمل فيهم. من الرائع أن المجتمعات غير المسيحية تشارك في الاحتفالات معنا. من الطبيعي أنها لا تحتفل بولادة المسيح، ولكنهم يحتفلون بزمن السلام والنور والتلاقي، وهذا أمر ممتع حقا. عامل أساسي في تعميم روح الميلاد في الغرب هو بلا شك الحملات الإعلانية والشرائية، فعيد الميلاد هو بلا شك أحد أهم مواسم التسوق، وهو بحد ذاته محفز شرائي مهم جدا لارتباطه أيضا بفكرة الهدايا، ما قد يجعل من شخصية بابا نويل المرافقة له وإن كانت أقدم منه أهم تجاريا وبالنسبة للأطفال من شخصية يسوع المسيح الرامزة له. وهو أمر واقع اجتماعي تحذر الكنيسة من غلبته على الطابع الديني الذي يشكل جوهر العيد بالنسبة للمسيحيين. الناس اللي بيعني لهم العيد المزبوط أنه بفهموا الأجيال الطالعة أنه يا أخي بابا نويل مش هو العيد مثلا، أو الهدية مش هي الأساس. ميلاد مجيد أو عام سعيد، تمنيان يحملان أبعادا مختلفة تماما، فكثيرون يحتفلون بالعيد دون الميلاد، علمنة دينية أو عولمة ثقافية، في الحالتين أرباب المحال التجارية هم الرابح الأكبر. كريم طرباي، بي بي سي.